السؤال الثاني، أنا رئيس المركز الإسلامي وطلب مني أحد المساجد أن أتبرع له لشراء سجاد للمسجد، علما أن هذا المسجد أصحابه وإمامه من غلاة المتصوفة، فهل لي رفضه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. إدارات المساجد ليست يعني إدارات أبدية قدرية حتمية لا سبيل إلى تبديلها ولا سبيل إلى تغييرها. في جالية وفي انتخابات وفي جماعة مسلمين يحتكم إليهم، وإذا كانت الجالية على قدر من الوعي بالسنة والغير عليها استطاعت أن تسعى سعيا هادئا في اختيار في انتخاب قيادة صالحة لتنتخب إدارة صالحة لتأتي بإمام من أهل السنة يتولى أمر هذا المسجد. فاجعل همك أن تسعى في استصلاح الأحوال. أما أنت في الوضع الراهن أنت في حل من أن تمتنع بلطف أو أن تجعل هذا مقدمة لتأليف قلوب هؤلاء على الإصغاء لصوت الحق. أنا لا أريد أن أفتي من بعد برفض أو بقبول، إنما أقول لا شك أننا نحب أن يتولى قيادة المساجد وإدارتها أهل السنة الذين لا يتهالكون في البدع ولا تستقرقهم خرافات وجهالات غلاة المتصوفة. لكن في الوقت نفسه نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ونعيش ونحن مغتربون خارج بلاد المسلمين، فقد يكون هذا التبرع سبيلا لك إلى قلوب هؤلاء إذا عندك برنامج تسعى من خلاله لاستجلاب دعاة لهم، لاستجلاب هداة لهم، إلى استجلاب ضيوف ومتحدثين إلى المسجد، إلى إدارة حوار. هذه المسألة مصالح ومفاسد، أرجو أن تتدبرها مع إخوانك المحيطين بك من حولك وتشوفوا ما الذي يتحقق به مقصود الشارع من تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. بارك الله فيك، ولعلي إن شاء الله أكتب لك إجابة أكثر انضباطا وأكثر تدقيقا وأكثر تحقيقا. القلم أحد اللسانين لكن القلم أضبط، عندما تكتب يكون القلم أضبط من اللسان. سأجتهد إن شاء الله في أني أرد عليك كتابة حتى لا يساء فهم قولي هذا أو يحرف عن مواضعه، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد.